معرض حوارات كوفيد هو أول معرض جماعي طبعاً بنظمه مركز تشكيل بعد فترة الإغلاق العام. طبعاً هو كان دعوة مفتوحة لكل الفنانين والمصممين المقيمين في الإمارات. طبعاً يعني وصلنا عدد هائل من المشاركات، يعني تقريباً شيء 162 مشاركة. اخترنا منهم 42 فنان طبعاً من دول مختلفة لحتى يشاركوا المعرض. طبعاً في مشاركات من الإمارات، العراق، سوريا، المغرب، تونس، باكستان، جنوب أفريقيا، المملكة المتحدة، ألمانيا، يعني دول متعددة الجنسيات. فكرة المعرض طلعت هو من تأثير الإغلاق العام أو طبعاً لسببها جائحة كورونا على الفنانين بشكل عام. اللوحة تأخذ إلهامها من شقين. الشق الأول هو ألوان إعلام كل الإمارات ما قبل الاتحاد. كوني أعمل في إمارة وأنتمي إلى إمارة، فتحويلي خلال فترة الحجر من إمارة إلى إمارة إلى الإمارة اللي أنتمي عليها كان مصدر إلهام. والمصدر الثاني هي مقولة صينية اللي تقول لك في خيط أحمر يشبك كل فرد أو شخص مكتوب له أو مقدر له أنه يلتقي مع الشخص الآخر. هاي المقولة أنا لقيتها على السوشيال ميديا، وشو كان شيء ملفت في كوفيد وألهم اللوحة بعد أن إحنا صارت عندنا حوارات مع أشخاص ما نعرفهم على السوشيال ميديا. قمنا نعيد علاقاتنا مع أشخاص كنا قاطعين علاقاتنا فيهم مع السوشيال ميديا. فالمقولة الصينية هذه بالخط الأحمر اللي يشبك الأشخاص مع بعضها أعطت مجراها لهذا العمل الفني. الحين شو يشبك العلم بالمقولة الصينية هذه؟ لو تلاحظون فكرة النسيج في 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 العلم، يعني هو العلم مسوى من خيوط، والمقولة الصينية ترمز إلى الخيوط الحمراء اللي تشبك الأشخاص بين بعضها وبعض. في اللوحة نفسها هنا لو تشوفون بعد الخلفية اللي مسواها هي مسواها من raw organic canvas أو قطعة قماش مستخدم فوقها أنواع مختلفة من الأصباغ. بعد لو تشوف الخطوط الموجودة، الخطوط البيضاء اللي موجودة هنا هي ترمز للكلام اللي صار بين هالأفراد اللي كان مقدر لهم أنهم يلتقون. COVID Conversations is an exhibition that reassures every visitor that they are not alone, whatever they have experienced. This is a triptych by the printmaker Ji-hee Kim, who was originally from South Korea. She lives here in Dubai with her family. In the height of the lockdown, she received a call from her family to tell her that her mother had passed away. She had to go from one ministry to another embassy, back to a department to get the approval to leave the country. Here she is in Dubai airport with her luggage, looking out on a sea of grounded aeroplanes. She manages to fly home to Seoul, the capital of South Korea, to attend the funeral and say farewell to her beloved mother. But because of the strict protocols in South Korea, there is no singing, there is no touching, there is no consoling. So each person that attended the funeral had to suffer their grief in isolation. When the funeral is over, she goes back to Dubai to join her family, but she leaves on the other side of the world her father to grieve alone. A very stirring, emotional work that is executed in just simple lino cut. أعمالي اللي قدمتهن المعرض في تشكيل عبارة عن ثلاث صور تريبتيك اسمهن This Too Shall Pass. هذا أيضا سيمضي، وزي ما قلت إنه عبارة عن ثلاث صور بتعبر عن بالنسبة لي عن كورونا وعن إيش مرينا بالكورونا وبالذات اللوك داون. اللوحة الأولية بترمز الإحساس بالحبس، يعني وإنه الواحد شيء يخرج من الحبس، يعني اللي فرض علينا من كورونا فيروس. واللوحة الثانية يعني تدل على أنه في أشياء يعني إيجابية وفي أمل رغم الأشياء السيئة في كورونا. والثانية أنه
إن شاء الله يعني قريب يروح الفيروس، بس إن شاء الله إنه كمان إحنا نتعلم درس من هذا الفيروس.